السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية غرفة النوم في المنام بالحياة الزوجية وأحوالها على حسب سياق الرؤية للمتزوج، كما ترمز للزواج للأعزب. فيما رؤية غرفة النوم في المنام بشارة خير باستقرار في الحياة الزوجية والعائلية، ورؤية غرفة النوم القديمة في المنام تدل على الزوجة الوفية والصبورة مع زوجها، فيما رؤية غرفة النوم الجديدة في المنام فهي تدل على الخير والربح من شراكة قادمة. أما رؤية بيع غرفة النوم في المنام فهي تدل على الطلاق أو رمي المسؤوليات على الغير، ورؤية آتات غرفة النوم في المنام فهي تدل على الراحة واليسر في الحياة المادية. أما رؤية غرفة النوم البيضاء في المنام فهي تدل على الأنس والرحمة في الأسرة، فيما رؤية غرفة النوم البنية في المنام فتدل على العز والراحة في العيش. أما باب غرفة النوم في المنام فيدل على الستر وحفظ الخصوصية، فيما ترميم غرفة النوم في المنام فهو يدل على حل الخلافات مع الزوجة أو تجديد الرأي للعلاقة مع أسرته، فيما تنظيف غرفة النوم في المنام فهو دليل على حل النزاعات في العائلة، ومن رأى نفسه ينظف في الحلم فهذا يدل على طهارته وعفته، فيما تغيير غرفة النوم في المنام فهو يدل على حدوث تغييرات طارئة على حياة ومعيشة الراعي. أما غرفة النوم في المنام للرجل فهي تدل على أحوال زوجته وأولاده، وغرفة النوم البيضاء للرجل تدل على السعادة الزوجية والهناء، ورؤية غرفة النوم في المنام للعزباء تدل على حالة العيش مع أهلها. إذا رأت الفتاة العزباء أحدا يرمم غرفة نومها في الحلم فهذا يدل على إصلاح علاقة عاطفية معه. فيما رؤية غرفة النوم في المنام المتزوجة فهي دليل على الحياة الزوجية ومدى وفاقها مع زوجها، وغرفة النوم في المنام المطلقة تدل على التواصل مع الطليق، فيما رؤية غرفة النوم في المنام الحامل تدل على تيسر أمور ولادتها قريبا إن شاء الله. نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.